إذن كنا شفنا أيضا تصريحات مثيرة ومثيرة جدا للأنصار، كنا نشوف فيها منذ قليل من أمام الفندق، أمام فندق المنتخب الوطني، الجميع مستاء للدرجة. نعم تفضل. تعرف شنو لو بلي كراف أدوان؟ حاجة صعيبة صعيبة كاع، كي الشعب يفيق لك بلي أنت ما تعرفش. يا علي؟ وي. حنا فايقين صافي لونتون. البوبليك هذا وين فاق بلي جمال افيك تو مي ريسبي لاعب زميل، ولكن اسمح لي جمال بالماضي انت تكتيكيا ضعيف وضعيف جدا، ماشي زعما رانا نبروفيتيو لوكازيون باش نعطي لون. والله غير خاطي كاع، هذه الجزائر هذه بلادنا، بلادنا كيما يسال فيها ونسالوا فيها كيما هو يسال، وباغيين احنا ثاني باغيين باش نربحوا. وكنا في لي كوليس علي قريب كسر الطابله، دي واحد 2 مليون قريب كسرها تاع هذيك تاع فلاكسيون تاع بيناتي تاع سليماني. امين خرج كاع برا، كاع ما بغاش يتفرج. الناس راه غلطه بالك تحسب باللي الناس يبغوا المنتخب الوطني، وهادو راحوا راحوا بدراهمهم المنتخب الوطني. صاي ما لقاوش، جا الوقت شو يمهل ولا يهمل. رضوان يمهل ولا يهمل كما قال لك علي، وعاود نعاود ناكد على علي، الفوتبول اللي فوتبالور. حنا ما راناش نقولوا بلي جمال ما لعبش فوتبول، لا لونتوراج لونتوراج. وزيد نكمل واش قال امين، نشكر وليد صادي رئيس الفيدراليه الجزائريه لكره القدم، وفر كاع الامكانيات بدون مجاملة ولا مبالغة. وليد صادي ما يسال والو في هذا الإخفاء، ما يسال والو. وليد صادي اليوم غادي يبدا يخدم، حتى اليوم، اليوم غادي ديماري باش يخدم. حنا نطلبوا رضوان، نطلبوا اسمح لي، نطلبوا ماشي الاستقالة رضوان، نطلبوا الإقالة. قول لك علاش الإقالة رضوان؟ باسكو باش نورمالمون لو كان هو جا عنده شوية شوية شخصية منا يطلب السماح من الجمهور الجزائري، ما يقعدش برا، ما يقعدش لداخل، يطلب السماح من الجمهور الجزائري ويقول لهم سمحوا لي راني خفقت، راني مستقيل من اليوم. الشعب الجزائري كريم حنين يسمح له. ميدو، ماذا كنت تريد ان تضيف او نستمع ونشاهد لبطاقة خضراء للجمهور الجزائري على هذا التصرف الرائع؟ تحية للجمهور الجزائري اللي يعرف كرة قدم. نشاهد. إذن علي بن شيخ، نقطة إيجابية للجمهور الجزائري الذي صفق على المنتخب الموريتاني رغم مرارة هذا الإقصاء المر، ولكن كاين رياضية. رزمه واجب عليك تصفق عليهم، ربحوك عمرهم ما ربحوا ماتش في كوب دافريك، جاو لينا صابونا كل 15 بريمير فيكتوار تاعهم كوب دافريك، سي انكرويابل. أنا واش نقول لك سي رضوان، دوكا لوتوريتي راهي تشوف فينا كاع. الفو ان ريفورم في هذا الفوتبول هذا، الفو ان ريفورم توتال. نعم علي بن شيخ، معنا رضوان عنان من امام مقر اقامه المنتخب الوطني لنعرف ماذا يحدث هناك في بواكي بعد ساعه ونصف من هذا الاقصاء المر. رضوان عنان مساء الخير. السلام عليكم رضوان. هذه صور امام فندق المنتخب الوطني، انصار المنتخب الوطني في قمه الغضب عقب الاقصاء بالمنافسه كاس امم افريقيا. انصار المنتخب الوطني في قمه الغضب. السلام عليكم، راك معنا على المباشر. المباشر السلام عليكم. خوتنا يا علينا ما مدوش الليل من الجوال، وحال وقت رحيل بالماضي هذا هو، ما نكروش خير هذا الصحه سنوات اللي فاتوا والسابقه. شكرا خويا. غضب كبير عند الجماهير هنا رضوان. عمان رضوان مساء، هل تسمعني؟ رجال الامن بصدد تفرقه الانصار.
هل تسمعني رضوان عنان قبل ردود أفعال الأنصار، هل فيه جديد حول تصريحات الناخب الوطني بخصوص الانسحاب أو أنه فيه الجديد حول ما قاله رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقب نهاية المباراة؟ فيما يخص مستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي، فقد تحدث في الندوتية الصحفية وقال إنه لما يعود إلى أرض الوطن سيتحدث عن مستقبله. وش بقى مستقبل؟ قولوا وش بقى مستقبله؟ أنا في المسألة في الحاضر. كانت فيها إضافة أو إذا كانت فيه كان فيه جديد حول ما يحدث في محيط الفندق، نعاود الاتصال بك. الجمهور في غليان كبير ميدو، جمهور لم يتقبل هذا الإقصاء المر وأصبح يطالب بإقالة الناخب الوطني وبطريقة مهينة. هل كان عليه من أجل أن يخمد نار هذه المرارة كان قادر ربما يقدم استقالته مباشرة بعد نهاية المباراة وألا يترك ذلك حتى الوصول إلى الجزائر؟ نفس الشيء قام به بعد الإقصاء أمام الكاميرون، راح إلى قطر شهر ونص في قطر، وبعدها قرر البقاء بتعليمات من طرف كما قال بن شيخ شخص معين هو الذي كان أنذاك يحمي الناخب الوطني وطالبه بالبقاء حتى مع إضافة الأموال أنذاك في راتبه الشهري، لأنه الآن ما يقدرش يتكلم على أنه صح ما كانش أوبجيكتيف في الكونترا تاعه، لكن الإقصاء هذا أعتقد أنه مر وعنده مرارة أنا لم أشعر بها منذ الكاميرون، منذ لقاء الكاميرون وعدم تأهل كأس العالم. أنا ما أخشى بما أنه ما عندوش أن أوبجيكتيف في الكونترا، سكي سخا لو بلو غراف سيك أسكو فا دوموندي دي زانديمنيتي بور ريزيلي الكونترا. هاد الشيء راح يكون فضيحة كبرى، لأنه إقصاء من كأس أمم أفريقيا في الدور الأول، الصحافة، البلاطوهات، الميكروهات وغيره من الأمور، إقصاء من التأهل أمام كأس العالم. ريغو بارسونغ ما جاب لي ربي إيطولي كان يدير له الفارق في المنتخب الكاميروني، جاو أقصونا بأضعف جيل في تاريخ الكاميرون، فازوا علينا قاسامة، الماتش يتعاود، ميلفاي، هذه الامور كلها تحدثوا عليها لما اقصينا امام الكاميرون. اليوم نقصى للمره الثالثه على توالي في منافسه كبرى. اليوم الجمهور اعتقد بانه مثل ما نقولوا بالعاميه الناس فاقت، وكي تفيق لك الناس ما لا تملك ما تضيف لحد الان. اعتقد بانه كان من باب الشفقه على اسمه وشخصيته وما حققه في البدايه مع المنتخب الوطني أن يستقيل، لأنه أول مثل ما كان أول مدرب يجلب كأس أمم إفريقيا خارج الجزائر. لا مش أول مدرب خارج الجزائر. لا خارج الجزائر. نعم. جلبها للوادي، هذا فيها تغليط للرأي العام. عبد الحميد كرمالي كأس إفريقيا لمنتخب الأواسط ما جابهاش في الجزائر، جابها خارج الوطن. نو جو بارل ليكيب أ. اليوم أول مدرب في تاريخ الكرة القدم الجزائرية شبيبة القبائل يخرج مرتين متتاليتين. جلبت كأس إفريقيا شبيبة القبائل سنة 81 أمام فيتا كلوب من الزاير. أنا حتى لكاس أمم إفريقيا ليس على لأنه البعض فريق الوطني وش حبيت نلحق لك أنه مثل ما دخل من الباب الواسع اليوم خرج من الطاقة من الباب الضيق جدا، لأنه هو المدرب يقصى مرتين في الدور الأول. هو قال بعد نهاية المباراة أمام الكاميرون وبعد عودته للمنتخب الوطني، قال عندي أن كونترا مورال مع الشعب الجزائري، هذا التصريح تاعه يعني موجود. قال عندي كونترا مورال، لا مش ما يخرج، قال يعني عندي اليوم الشعب الجزائري كله كان إجماع على أنه خفق. هل كونترا مورال هذا؟ تفضل اليوم سي أمين. بعد ثلاث إخفاقات رضوان سي جامي صارت بالك في الاستوار تاع الجزائر، بالك من السبعينات ولا ما بايش نهار ما كناش نتكاليفيا، دوكا عاودت ولات الحكاية هذه. احنا كنا طامعين المنتخب راهو في تصاعد، بالك بعد النكسة تاع الكاميرون قلنا نعاودوا نولوا، كانوا مقابلات اللي دارنيطو هادو ما هضرنا باللي المنتخب عاود ولا لسكه الانتصارات، عاود ولا للطريق الصحيح. كنا طامعين قلنا بالك المدرب هذا يتعاود تولي تكون عنده فلسفه في هذه الاثناء اللعب. تم الدخول الى فندق المنتخب الوطني وتدخل الشرطه الايفواريه لانه الجماهير الغاضبه تمكنوا من اقتحام الفندق، دخلوا إلى الفندق وملاقات وليد صادي هناك حول
الشرطة الإيفوارية تدخلت من أجل أن تطالب بالجميع بمغادرة الفندق. علي بن شيخ، أنت منذ قليل تكلمت على السنغال، تكلمت على رئيس الاتحادية تاع السنغال اللي عنده 10 سنوات. أنا والله حبيت نضيف نقطة أخرى إذا سمحت، إذا موافقين أنتم ولا لا. المشكل أيضا في المديرية الفنية، أين هو دور لاديتيان فيما كان يحدث داخل المنتخب الوطني؟ لاديتيان تاع المنتخب أو لاديتيان تاع الاتحادية السنغالية، هذاك ديتيان يعمل بطريقة أنه هو المشرف على كل المنتخبات بما فيها المنتخب الأول. وين يكون أليو سيسي يكون معاه؟ أعطينا صور، فيه صور لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهو مع الأنصار الذين طالبوا بخروجه وطالبوا بإقالة الناخب الوطني اليوم قبل الغد. الأنصار التفوا حول الناخب الوطني أو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد أن اقتحموا الفندق. العناصر الوطنية على كل حال متواجدة في الغرف، لكن نعم هذه الصور بعيدة رؤوف، إذا كان بإمكان رانا نشوفه في الكاميرات متواجدة داخل الفندق. بما أنهم جميعا داخل الفندق، الكاميرا الهداف عليها أن تدخل إلى داخل الفندق.